بعض الدوائر كاد أن يدفع شعبها أو سكانها ضريبتين بعد تصويت ممثليهم في لمشروع الضريبة. لولا وجود قيادة حكيمة أعادت البوصلة التي حادت عن مسارها الصحيح. تم حرمان مناطق النواب الذين وقفوا مع هذا الشعب من قبل وزارة خدمية مفترض أن تقوم بتوزيع وحدات إسكانية لا عمل بروباغندا لنواب آخرين كانوا قد صوتوا بقناعتهم لمشروع الضريبة. أطالب وزارة الإسكان بأداء دورها بعيداً عن التجاذبات السياسية والنأي بمصالح المواطنين بعيداً عن المقايضات والمزايدات. وزارة الإسكان وزارة خدمية، وتعطيل مصالح الشعب في مجلس النواب أمر غير مقبول. من الواضح معالي الرئيس أن الأخت النائبة تسأل سؤال والوزارة تتجاوب أو ترد بكل شفافية لسعادة النائب، والسؤال محدد وواضح، ولكن تستغل السؤال في أن يعني تبتعد بدرجة كبيرة عن محتوى السؤال لأبعاد وأبعاد. أمانة يعني أرجو من سعادة النائب أن تراجع الأبعاد اللي تهدف من وراء هذه المداخلات. في السابق نعمل في مسار واحد، مسار تقليدي، وحرصاً من وزارة الإسكان وبدعم الحكومة الموقرة اتجهنا إلى برامج متعددة، وانتم بروحكم شفتوها. المسار التقليدي بنينا فيها 5 مدن ومجمعات سكنية شملت كل مناطق البحرين، وعندنا مزايا اليوم من 7 سنوات لليوم 10,000 مواطن استفادوا من هذه الخدمة، يعني بما يعادل مدينتين. جهد كبير بذل الدولة. لماذا التشويه ولماذا التشكيك في هذا الأمر وفي هذه المسيرة؟